إلهي سبحانه وتعالى سوخير كتير هاي نوافتيو دلك يددكنا الله ينور أتيو وأنت واحد نسكوبان كحسبهان وواحد لنا نسوقي النسحاف دهان ديلا درنتي كي ما نسا سناك بري مالك استجوك تدا جارهان مجال دبران واحد لوضع صعطان الله بس إنه حكومة كلمية ثلاثة دلك هيسي بري إلا قلبه عبشده بلشده إلين عكستك وتشهني أدب وسو ترمي حكومة بلشده دو دقن نقول أو ليش هذا دقيسنا سا وديار أها وحي صحنينا صحتنا يوح قبشانا ماشة كما مغطى سومن لان عمرجد وصدنا صنو سنك لا جليا أنا كتوحيد كوكو قرية هاي وأنا تلو قلنا واقع قرن بدو سومن لان إلا يوم من هذا ومركي كواد تاريخ دا سومالي لان اي قشو اندول كلاليو لليش هيدا يعيب تيدا عدو كوركا كساري هاي وعدا هاد بمان تا تلادا دالك حيسا وكوكا يام دحوينوه ولبكا يهي عدا امنكا قابل سنو وزير كارميها قدها سومالي لان ان وحدو كور قبتين لابدي سنو دنبيي وزير كارميها قدها وأنه بتقليه ده ذلك إلى أنت شرفت عيده ماذا ذلك مسؤولك وقت جيسي إنه كقوله مي كوميشن كيسو قد احتاج أو كشقيين يي حبناها بار لبضة حبنا ده معارض كان لجو مدرية ولا جو درية يمر سياسي وحسبيا يده مسؤولية كوني أو أمني وذلك أيوتان أنت واحد يكون مشكور سنانا واحد قلبتي سناك بري أن لبضة كوني يو أقول سيدات طبانكي مدحوني هو ربودلان عبدولي علي قاس أيها وحو سواق لي مقالة بران وحو كحارك تاري تامعاد مقالة لقيه القرية إساقا كوهر ويك وحي مدو وزيركي قرشان تصوماليا وحي دون كوار قبتين سيدو كلا كوبية سودون كي مي لابدا كون ان يو ساقاليا طبان أودوي بالي بوسوليه ciidan tiradoodu ay gaareeyso 720 askari oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya inay Puntland ay toos ugu biireen iyadana wala daawanay oo saddex rimoodu waaweyn oo culus waxa shalay tola dhacday magaalada Barenbartankeeda guutada 717 oo guuta aad miisaan ugu lahayd ciidamada qaranka qarabka sidee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya xeradoodu iyagoo jooga ciidda soo weeraray ayna jirin awood kale banaanka ka timid oo qabsatay ayna jirin si iyagu ay laabtooda uga soo gooday ay ugu biireen dawladda Puntland ay ugu biireen afarta dhacdo iyo kuwa kale soo socdaba oo la daawanayo absi xoogii xisbahaan waxay nagaga aadanta sanaag bari galbatay in gobolo kale oo Soomaaliyana ay socon doonaan ilaalinta xuduudaha qaranku waxay u baahan tahay hoggaamin xilkasnimo leh oo uma baahna hoggaamin xoolo urur soo timid koow iyo laba iyo afar boon ku celinay laakiin lana badhigaysanayo absi badan waxay nagaga beegan tahay ka xisbi ahaan saddex sano kadib markay nimankan talada dalka haya waqtigoodu dhamaato inaan ugu iman weyno dal iyo dad mid ah waxaad ka warqabteen maalinta kursiga ay fuleen ilaa yoomin hada umada Soomaaliland dhexdooda isnaa bilaab isana diyaar ugu hayn xanaftii ay doorashadu ka tagtay xalinteeda xisbi ahaan waxaanu bulsho weynta sanaag bari ugu baaqayna musabbihi u tagaya waa hubaal iyo la kala tagi aan waxaan u sheegayna sanaag bari bulshada iyo bulshada kale ee Soomaaliland ba ina xisbi ahaan mudnaanteedu koowaad tahay isku haynta dalka iyo dadka inaanu diyaar u nahay tabasho kasta oo gobolada bari ka jirta inaanu xalinno insha Allah markaan kursiga nimana hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala nawafaj inay nadam qaysa dhilada maalin kasta joogta ee dhaawacaya dhimashada ah inay nadam qaysa furfurka ciidamada qalabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku imid ee aan la daneynin
إن الندم قيسو تبشدو ده أن لدقي سنين إن الندم قيسو كراستا أما حلالك قرنك يحولها ومدى كده حيا إن أفراد خاصي اسكو كورت ودين لقي ساميقا حكومتو ودين عوشان شارينا الندم قيسو إن سومالي لان عدالات إيا السنان لقو وضنالون أيو أنو توشو شدنو أو ميسك تلادا إيمان دون تو عيد كستو واحتبان إيسا إن أنو ديارونا سلاك بريئي بلشيدة دوحون لان نهاي سلدنات قونباتيين سومال لان تاريخ ديداد كسون تنتيين تخرادا إيان نبرادا يو وحا قلبيين نحن حنطينا يا إذن كا إيمان إيان ندام كان كل مياه فاشل مي لباسر نكو فاشل مي تجدونا يانو دي نمخي سومال لان تي أد قرحيني سين حكا السعود علينا اتشوغ بانو لان وحنو إلهي كبريئنا ومدى سومال لان أو لتيها هبابيي حدد أنا مشكلة فربنا نحدو ده أي تعلو، وأدر كيسان سياسة دي أريمه دي بده فشل كعايستا، صوره هرلا ساكنة سو بحيي، ومدح من المنصب بحي يو وزيركي خارجي جا، إن شاء الله مركو مدار كيسو ده جي ولهاو إنه عد يجو عرفوه وده تاجنو، إن أم كوي هراهي، واحد موتشنا يسا، هبا وجهه جامينات أدل كعايستا. meel loo socdo iyo meel lagu socdo toona lama garanay marka umada Soomaaliland bari ilaa galbeed waxaan leenahay midnimadii niba muhiim ahay qaranka taas ku qurux badnaa taa inu wada ilaalino ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj buu furi doona samirka iyo dhabaradeega inuu ogaano nidaamkan jirana ha loo diyaar garoobo sidii gacan buu ku yimiday gacan aynu meesha uga qaadi lahayn cod xor iyo xalaala aynu ugu bedeli lahayn bidnillaahi bari aad iyo aad badmaasantay